السلام عليكم. طبعا النهارده انا جاي اكلمكم. الاول انا يعني والله اني انا اوجه شكر او انا ممتن لكل الناس اللي سال عليا في فتره كنت غايب فيها. الناس اللي متابعيني انا بقالي تقريبا شهرين ما عملتش اي فيديو خالص، وشهرين قبلهم كنت بعمل فيديوهات، ولكن كنا بنعمل صور يعني بنصور خروجات كده انا والاولاد مع بعض في اجازه الصيف. فالنهارده انا جاي ادردش معاكم شويه. طبعا اول فيديو عملوه بعد شهرين غياب، فعشان برضو ايه يبقى الدنيا واضحه في الفيديو هنتكلم على ايه مع بعض. انا مش هتكلم على معلومات معينه بخصوص الهجره، ولكن انا هقول لكم ليه انا بقالي شهرين ما عملتش فيديوهات خالص، وقبلها شهرين ما عملتش حاجه عن الهجره لكندا وكده. النقطه الثانيه هتكلم فيها النهارده اللي هو الناس اللي عايزه تهاجر بجد. الناس عايزه تهاجر بجد، مش الناس اللي مستنيه مصباح علاء الدين او مستنيه مثلا ضربه حظ كده تاخدهم من مطرح ما هم تجيبهم كندا. فاول حاجه انا ليه بقالي فتره ما كنتش بعمل فيديوهات هجره. طبعا مش هقول لكم انا كنت مشغول وان انا عندي حاجات وبتاع وكلام من ده، لان انا طول الوقت مشغول وطول الوقت حتى عندي شغل وعندي اولاد وبروح مدرسه ولكن بصراحه السبب الحقيقي اللي خلاني يعني بقالي فتره مش عارف ان انا يعني زي دول كده كان يعني ايه حاله ان انا يعني مش عارف اقولها ازاي. هي مش اكتئاب بس حاجه كده شبه اللي انت تشعر بالعجز. ناس كتير حاطه امل ان انت ممكن تساعدها او ان انت ممكن تعمل لها حاجه، بس في الحقيقه انا مش هعرف اعمل حاجه. يعني انا كل اللي اقدر اساعد بيه ان انا بوضح الدنيا وبقول المعلومات اللي عندي بمصداقيه وبشفافيه، وبقول لكم الدنيا زي ما هي، بعيدا بقى عن الناس اللي بتعمل الفيديوهات عشان تجيب مشاهدات او يحط لك عناوين فظيعه وتفتح والحق مش عارف المنح المجانيه والحق العقد العمل وقدم على وظائف وكندا عايزه مليون مهاجر. الكلام ده كله صح، الكلام ده لما بشوفه على الفيديوهات صح، سواء اذا كان مثلا صفحات الانترنت او الفيسبوك، ولكن الموضوع مش سهل زي ما انتم متخيلين يا جماعه. والله انا مش ناس تتهمني ان انا بحبط وبغمق الدنيا، لا هي مش كده. انا بحاول احط الموضوع قدامكم بواقعية عشان الناس ما تبقاش عايشه في الوهم او تبقى مفكره حاجه وفي الاخر تتصدم في حاجه تانية. فالفكره كلها ان انا كان بيجي لي فعلا رسائل كتير جدا على الفيسبوك او على الكومنتس او وات ايفر، يعني الناس بتكومنيكيت معايا بطريقه او باخرى، وكلها عباره عن اسئله ناس انا عارف ان هم عايزين يهاجروا بجد، بس هم بيسالوني اسئله صعبه. يعني انا حاجات كده يعني انا مش عايز اقول عليها من الاسئله دي لان هي حاجات شخصيه تمام. ولكن الناس حاطه في دماغها ان محمد اللي هو انا ممكن يساعدهم بطريقه ما ان هو يجيبهم كندا. يا جماعه والله الكلام ده يعني اتمنى والله والله اتمنى، بس هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا عارف ان انا اقدر اساعدكم ازاي. الحاجه الوحيده اللي اقدر اساعد بيها الناس هي ان انا من خلال فيديو زي كده بقول معلومه، والمعلومة دي من خبرتي الشخصية، مش نتيجة ان انا مثلا خبير في الهجرة او ان انا مستشار هجرة، لا انا مشيت في الموضوع ده لوحدي والحمد لله ربنا وفقني فيه والنتائج كانت ايجابية وجينا كندا الحمد لله واستقرينا والدنيا مش معانا بفضل الله. فانا بس بحط تجربتي الشخصية قدامكم. تجربتي الشخصية دي قد ناس تقدر تستفيد منها او تعمل حاجة زيها او ان هم، لكن ان انت تسألني سؤال في كيس معينة خاصة بيك انت، انا هعرف منين؟ لان انا عندي خبرتي الشخصية في حاجتي انا. وبعدين الموضوع ده انت ممكن تسال سؤال واحد قد يبدو لك انه سؤال، بس اجابته عشان تطلع صح ومظبوطه محتاج على الاقل 4 5 ساعات بحث على الانترنت وتقرا في مواقع الهجره. فانا والله يا جماعه النهارده يعني عارف انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، بس انا نصيحتي لاي حد عاوز يهاجر كندا بجد ويجي بجد مش يضيع وقته ويحلم على الفاضي. بص حاجتين مهمين، لازم تكون بتعرف لغه، ويكون عندك القدره انك تدخل على الانترنت على مواقع الحكومه، مواقع سيبكم المنتديات والمواقع المدونات كل ده كلام فاضي والناس بس عايزه ايه تجيب مشاهدات وتجيب اعلانات وخلاص على كده. لازم تتعلم ازاي تخش على الويب سايت بتاع الحكومه الكنديه، اللينكات بتاعته ماليه الدنيا، وهسيب لكم اللينك تاني بتاع موقع الحكومه الكنديه للهجره تمام تحت الفيديو ده. وتبدا ان انت تخش وتقرا كويس جدا وتعرف انت عايز تعمل ايه، عايز تيجي دراسه ولا تيجي هجره ولا وات ايفر. في 50,000 فئه للهجره وشرحت الحاجات دي في 50 فيديوهات قبل كده في القناه عندي، وفي ناس كتير كلمت ناس كتير كويسه اعرفهم يعني كلموا بوضوح وشرح الحاجات دي بوضوح كويس جدا. وكمان ان انت تكون عندك القدره ان انت تبقى عارف عايز ايه بالظبط وتحدد اهدافك وتمشي عليها بالظبط. عشان برضو انوه او انبه، مفيش حاجه اسمها منحه دراسيه شامله كامله مغلفه، مفيش الكلام ده، وبدون لغه وبدون تعليم ومفيش الكلام ده. المنحه الدراسيه يا جماعه عشان تبقى الدنيا واضحه، عشان ناس كتير قوي سالوني في الفتره الاخيره دي على منحه دراسيه. المنحه الدراسيه هي عباره عن دعم بتقدمه جهات او مؤسسات خيريه تابعه للجامعه او منفصله عن الجامعه انت هتيجي تدرس فيها، بعد حط تحتها 10 20 خط، بعد ما تحصل على قبول جامعي في كندا. بمعنى مفيش حاجه اسمها انك بتقدم على المنحه وبعد كده المنحه تجيب لك القبول، لا انت راجل بتقدم عايز تدرس في كندا
وعندك الشروط كلها، عندك شهاده الايلس او شهاده اللغه المطلوبه، عندك المهارات العلميه المطلوبه، عندك كل حاجه والفلوس اللي هم عايزينها عشان تسجل عندهم. فانت بتقدم، بيبعتوا لك حاجه اسمها اكسبتنس ليتر او خطاب قبول جامعي. بالخطاب ده بيكون ليه رقم بتاخده، تمام، او ليه ايدنتيفيكيشن معين بتاخده بتقدم بيه على المنح. بمعنى ان المنحه بتبقى خطوه تانية تقدم عليها بعد ما تاخد القبول الجامعي. فانا خدت قبول جامعي، تمام، بعد كده انا باخد القبول الجامعي ده واروح اقدم بيه على منح جوه كندا. وكل ده وانت قاعد في بلدك في بيتك، بتبعت للجامعه ورقك، الجامعه تقول لك اه والله احنا قبلناك عندنا، تيجي تدرس عندنا مثلا برنامج الجامعي بقى، مثلا برنامج دراسه الهندسه او وات ايفر التكنولوجيا المعلومات للعام خريف مثلا 2021. فانت بتيجي تاخد القبول ده وتبدا بعد كده تخش بقى تدور على المنح اللي هي معظمها يعني جهات بتبقى تابعه او منفصله عن الجامعه، ولكن الجامعه بتوفر لك اللينكات بتاعتها عشان تخش تقدم على المنحه. ماشي، دي هي المنحه، عشان بس تبقى الدنيا واضحه. انا جالي كذا سؤال، كان ناس شافت فيديوهات على الانترنت، فالفيديوهات اتقالت بطريقه، هي مش هقول ان هم بيقولوا كلام غلط، ولكن بطريقه مضلله شويه. المهم انا مش هطول عليكم النهارده، تمام. الفيديو بتاع النهارده احنا اتفقنا كان حاجه سريعه كده. ان شاء الله هحاول ان انا يعني اعمل سكاجول نفسي كده، اعمل لكم فيديو كل يوم سبت يعني ان شاء الله. طبعا ما توقعش ان كل الفيديوهات تبقى عن الهجره، يعني ان شاء الله هندخل مواضيع كتير، واتمنى الناس تفضل تدعمني. ولو انتوا اتفرجوا عليا اول مره لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، في مواضيع كتير جدا ان شاء الله هتفيدكم باذن الله. كان معاكم محمد توفيق. قبل ما انسى، في لينك هحطه تحت الفيديو برضو، لينك فيسبوك جروب. الفيسبوك ده انا ومعايا مجموعه ناس بنديره، اللي بنحاول على قد ما نقدر نخلي الجروب يعني نظيف. بمعنى اي بوست بيتحط بنراجعه كويس جدا، لو حسينا فيه شبهه نصب او شبهه استهبال بنحذف البوست طبعا، وبنحذف العضو اللي عمله يعمله بلوك. فيا جماعه الجروب ده الناس انا شايف ان هو يعني مكان كويس جدا، الناس بتبادل فيه الخبرات والمعلومات مع بعضها. بحس عندك سؤال بتحطه، لو في حد في الجروب شاف السؤال وعنده خبره بيجاوبك، تمام. ويا رب ان شاء الله اتمنى كل التوفيق، والله كل التوفيق من قلبي. يعني انا اتمنى ان شاء الله ربنا يوفق الناس كلها لكل حاجه هي بتسعى فيها في الخير ان شاء الله. كان معاكم محمد توفيق، تنسوش دعواتكم. سلام عليكم.